شيخا ما يشاء تعبد من خير من الحسن تعرض صورتك فاعبد الى نعم خيرها هذه المسألة هل الجان يلتبس بجسد الإنسان أو لا؟ نقول هل الأذى حاصل أو لا؟ الأذى حاصل سواء كان من إنس أو جان، فإذا كان الأذى حاصل سواء من عين أو حسد أو سحر هذا الأذى حاصل في جسد الإنسان سواء في جسده أو في روحه، لكن هذا الاختلاف الذي أدى إلى بعض الدعاة أو بعض في هذا المجال أو بعض أهل العلم على أنهم يختلفون اختلاف اجتهاد، هل الجان دخل في هذا الجسد أو لم يدخل، هل يدخل أو لا، هل يلتبس أو لا، وما هو الالتباس؟ هذه المسألة مسألة خلاف بين أهل هذا المجال وهذا الفن. فما دام إن الأذى حاصل إذا نهتم في إخراج هذا الأذى سواء كان أذى روحي في الروح أو في الجسد. أقول على أن الالتباس جسد التباس الجان في جسد الإنسان إنما هو التباس روحي، إما يؤذي هذه الروح الشيطانية تؤذي هذا الجسد جسد الإنسي أو تؤذي روحه، ولكن دخول في جسد الإنسان لا أخطي من يقول ذلك الكلام، له مني كل الاحترام، ولكن أقول على أن تأثير الجان بجسد الإنسان